إذا تاب العبد عن الغيبة والنميمة نجب ما قبلها إن شاء الله، هذا رجاؤنا في الله، فإن الله قال من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، لكن يلزم أن تصلح ما قد أفسدت، فإن كنت شوهت صورة شخص باغتيابك عليك أن تصلحها قدر الاستطاعة.